فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم صلاة جماعتين في مسجد واحد بعد الجماعة الأولى؟ هل صلاتهم صحيحة؟ في آن واحد لا يجوز أن يكونوا جماعتين في آن واحد، هذا بشنق وذولا بشنق من المسجد. أما إذا تعاقبوا فلا بأس، إذا صلى جماعة بعد الإمام وطلعوا ثم جاء جماعة ثانين وصلوا هذا لا بأس به. أما أنهم يصلون في آن واحد جماعتين في المسجد لا يجوز هذا. نعم.